المغرب يعني يوجد يعني ضمن الدول والسياسة فيه شئنا أم أبينا تتأثر بكل هذا. بطبيعة الحال لابد أن نلاحظ أنه مع الأسف الشديد نظام الجيران ديالنا والإخوان ديالنا الجزائريين دير معنا واحد العداوة، يمكن حتى حنا يمكن أن يؤخذ علينا بعض الأشياء ولكن أكثر من القياس، لدرجة أنهم تيشتموا اللعابة ديالنا واللعابة ديالنا الأخيرين اللي مشاو لتمايا تيقولوا للمغاربة ما تجيوش الجزائر باش تساندونا، وبحال تيقولوا ما كاين مشكل إلا هزمونا الإخوان ديالنا الجزائريين وانتهت القضية بسلام، راه ما كاين حتى مشكل بمعنى آخر. وحنايا أنا بعدا والله يشهد ما كان شعرش حتى شي مغربي واحد ملي كيتكلم معايا كيبين لي العداء للجزائر ولا الرغبة في 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 الدخول معها في مشكل. بالعكس الجزائريين اللي كانوا هنا في المغرب باقيين عايشين في المغرب وباقيين كيمارسوا الأعمال ديالهم بطريقة عادية، والمغاربة كيتعاملوا معهم بالمودة المعروفة فيهم مع الجميع وخصوصا مع إخوانهم الجزائريين، وهما باقيين كيشتموا وكيعيروا وتيتكلموا كلام قصح بزاف بحيث شي مذيع فيهم او لا مدون او لا شخصيه سياسيه ولا ما نعرف هذاك المعيور اللي قالوا راه تيتكلم على يعني السلاح وتيتكلم. ما هذا الكلام؟ لماذا هذا السلاح؟ لماذا هذا التهديد بالحرب؟ لماذا؟ انا عملت لهم كلمه فيها 10 دقائق وديه كلكم كيظهر لي سمعتيوها، تنقول لهم فيها ودي راه حنا ماشي عديان ديالكم، الا كان عندكم شي خصوم قلبوا عليهم انتم، ماشي راه حنا ما لا نكن لكم الا الخير، والله ما نبغيو لكم. وهذا الكلام نقول لكم هذا الكلام ماشي غير ديالي انا، هذا الكلام هذا اللي كنقولو كنقول لكم بصفه مسؤوله، فهمتيني ولا؟ بلغني عن رئيس الدوله عن جلاله الملك صراحه انه ما لا يريد بهم الا خيرا الى اخره، ما عنده حتى شي حتى شي حتى شي. واحد الوقت كنت تكلمت الى عقلتي وبلغني هذا الكلام هذا. فشنو وقع؟ ما يعني فرنسا واوروبا التي كانت بطبيعه الحال صديقه ديالنا وكذا، يعني دابا واحد العداوه يعني مفرطه وداك الشيء غادي فيه تصاعد. وبطبيعه الحال لابد ناخذ بعين الاعتبار ان المملكه المغربيه التي عندها مشاكل الان في الاسعار، عندها مشاكل في هادشي غنرجعوا ليه، ان هذه المملكه بطبيعه الحال يعني كما يقول الصوفيه شب عمر عن الطوق. هذه دابا هذه واحد 20 سنه او اكثر المغرب ما بقاش هو المغرب ديال شحال هذه،